يسعد هالمساء واهلا ومرحبا بكم في هذه السهره الرياضيه، هذه الحلقه الجديده من اكسترا تايم على رؤيه. يسعد مساء الانجازات وايضا يسعد مساء الانتماء. نجوم كبار معنا في الاستوديو اليوم وحديث طويل عن الفوز بكأس الأردن طبعا لحساب النادي الفيصلي بعد الفوز على ذات راس بهدفين مقابل هدف واحد. مباراة أكثر من رائعة، جماهير كبيرة كانت حاضرة، واليوم إكسترا تايم كالعادة ملتقى النجوم. ومين هالنجوم؟ خلينا نشوف مع بعض. نجم كبير مدافع من طراز رفيع وله عالمه الخاص طبعا بالحالة الدفاعية، وقبل فترة كان عندنا بالاستوديو وعد ووفى، والصراحة انه وعد ووفى، قال راح نفوز بالكأس وراح اجيب الكأس واجي. الكأس اتأخر شوي بس هو موجود معنا في الاستوديو، الكابتن محمد خميس. الله يسعد هالمساء يا كابتن. كيف امورك؟ الحمد لله. يسعد هالابتسامة. الله يخليك. وين الكأس اذا متأخرت؟ جاي ان شاء الله بالطريق. يا حسيبة دير بالك على الكأس يا حسيبة. وأيضا ذكرتنا والله الحلقة موقفت، احنا على الهواء مباشر، بس حسيبة بقول لك وين البقلاوي وين الكنافة إن شاء الله ولا يهمه بس نخلص على طول. طيب، والمدفعجي وصاحب الأهداف الأكثر من رائعة دائما، وين ما كانت سواء وهو مع الفيصلي سواء مع المنتخب الوطني، ياما الجماهير تغنت باسمه النجم الكبير بهاء عبد الرحمن. الله يسعد المساك. الله يسعد مساك سيد طارق. كيف أمورك؟ الحمد لله فضل الله، كل شيء تمام. ضحكتك موجوده ان شاء الله، دائما بدنا تضل موجوده. وايضا بصحبتنا اليوم اللاعب الانيق محبوب الجماهير، وايضا اللي كان يسال قبل شوي عن رونالدو سجل 3 جوال ولا 4 جوال، ان شاء الله يكون مدريدي هلا راح نساله على الهواء مباشر. وياما اجواله بتحكي عنه وادائه الاكثر من رائع بيحكي عنه النجم يوسف النبر. الله يسعد المساء. الله يسعد مساك طارق حبيبي. كيف امورك؟ تمام نشكر الله. طب هلا كنت تضحك امورك ما لا نضحك لا نضحك. طب قل لي ايش مدريدي برشلوني؟ والله هي مدريدي. بفضل مدريد. ليش برشلوني بتحكي هيك؟ انا بعرف. هلا هيو مبسوط على مدريد كابتن. انا مدريدي كمان. نعم. اليوم العز كله لابو خميس وللكابتن يوسف النبر وطبعا لك مدريد. خلونا نبلش طبعا بهالاهداء للنجوم الموجودين معانا للنادي الفيصلي وجماهير النادي الفيصلي. خلينا نشوف ونرد نرجع. بنغني له يدي في
الرحلة تسلم يمينه ولا عين عيونه مرفوع جبينه شاف النور شاف أخذ الطابة منه شاف النور شاف أخذ الطابة منه إذن مبروك للنادي الفيصلي، جماهير النادي الفيصلي وأيضا نجوم النادي الفيصلي هذا الإنجاز والعودة بعد المعاناة في الدوري، أنك ترجع وتأخذ كأس الأردن فبكل تأكيد هذا إشي كثير ممتاز ودافع كبير لنجوم الفيصلي وجمهور الفيصلي حتى يرجع ويملي الملاعب وكون دائما خلف جماهيره. كابتن محمد ألف مبروك مرة ثانية، أنت وعدتني وفيت بالوعد، الحمد لله رب العالمين. خلينا نحكي عن هالكأس شوي. يعني زي ما بتعرف احنا كنا موسم صعب كلاعبين نادي الفيصلي، نادي الفيصلي إدارة جماهير، لكن الحمد لله زي ما بيحكوا الخيل الأصيل بتشد بالآخر، قدرنا نختم الموسم تاعنا بكأس. يعني نحكي انه بعد الدوري كأس الأردن الحمد لله رب العالمين، ما توفقنا بالدوري لكن قدرنا انه نحصد الكأس، فرحنا جمهورنا، فرحنا الناس اللي كانوا زعلانين منا، زي ما حكيت لك لازم نجيب بطولة على أساس إنه إحنا نصالح جماهيرنا اللي زعلت منا، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نحصد البطولة إن شاء الله. الحمد لله طبعاً كابتن بهاء، يعني إن شاء الله دائماً تضلك مبتسم هيك، لأنه أنت من الأشخاص لما نشوفهم بنرتاح وبنحس عن جد إنه أنت من اللاعبين اللي بيصنعوا الفارق في الملعب، فأهلا وسهلا مرة ثانية في إكسترا تايم، ودائماً نشوفك موجود معنا في الاستوديو إن شاء الله دائماً. طيب بهاء، طبعاً كأس الأردن وأنت من الناس طبعاً اللي ساهمت بعودة الفريق وأيضاً مصالحة الجماهير، هدفك كان مهم جدا لوصول الفريق للمباراة النهائية، فخلينا نحكي كمان عن هذا الموضوع. طبعا شيء اكيد بديش ازود على كلام الكابتن محمد، فاحنا شوي يعني دوري في النسيان بالنسبة لنا كلاعيبة كجمهور كإدارة على مركز كان شوي مش بليق بنادي الفيصل مركز سابع، فالحمد لله يعني ربنا باركنا بكأس، قدرنا نهدي هالكأس لهالجمهور ولهالإدارة، فإنه نفرحهم في بطولة على الأقل شيء، فالحمد لله ربنا باركنا فيه. الحمد لله. وأيضاً أبو النبر جوالك والبلنتيات في الوقت الحاسم، وأيضاً الأعصاب هاي من زي أعصاب رونالدو بالضبط، يعني هو ما بيخاف بشوت بلنتيات وأنت بتحطها، بس شو قصتك مع العارضة أنت؟ والله مش عارف، لازم تصيدها بكل مباراة، كل مباراة لازم العارضة. طيب احكي لنا شوي عن الكأس. اول شيء زي ما بتعرف كنا بمرحله صعبه بالدوري ونفسيه سيئه جدا بصراحه، وكان من الصعب انه ناس ثانيه او فريق ثاني غير نادي الفيصل انه يوصل لهالمرحله ويتاهل من نص نهائي، يفوز على حامل لقب دوري وتروح تلعب نهائي وتاخذ النهائي وانت كنت بتنافس على هبوط لاخر اسبوع، فكانت شوي صعب علينا احنا، يعني كنا بمرحله وطلعنا لمرحله ثانيه، يعني كنا بمرحله سيئه جدا طلعنا لمرحله احسن، بلش تحسن الفريق والحمد لله انه انهينا موسم ورضينا جمهورنا بنهايه الموسم، يعني كان شوي نسونا اللي مرقنا فيه يعني بالدوري، بس الحمد لله انه انتهى الموسم واحنا فرحانين الحمد لله. يلا الله يعطيكم الف عافيه. طبعا راح نبلش بسؤال شارك لليوم، سؤالنا راح يكون هل فوز الفيصلي بكاس الاردن سيعيد الفريق الى مستواه في الموسم القادم؟ الاجابه الاولى نعم والاجابه الثانيه لا، بانتظار طبعا مشاركاتكم كالعاده عبر تطبيق رؤيا وسؤال شارك الخاص باكسترا تايم، والتصويت مستمر حتى نهايه الحلقه، بدنا جميع اللي عم بيتابعونا وهلا عم بيشوفونا انهم يصوتوا ونشوف شو رايهم بهذا الموضوع. طبعا المباراه اللي حقق فيها الفيصلي الفوز على ذات راس واخذ اللقب في التقرير التالي بنشوفها وبنرجع. عروس الشمال إربد احتضنت المباراة الختامية والنهائية لبطولة كأس الأردن التي جمعت بين الفيصلي وذات راس. جماهير عريضة من عشاق الفريقين زحفت نحو استاد الحسن من جميع محافظات المملكة لمؤازرة الفريقين في نهائي النسخة 35 من هذه البطولة. البداية كانت حذرة من قبل الفريقين كما هي عادات المباريات النهائية، قبل أن يبدأ الفيصلي هجومه بتسديدة يوسف النبر من ضربة حرة مباشرة، تكفل معتز ياسين والعارضة ب
بإبعادها عن هدف السبق. بعدها مارس بها عبد الرحمن هوايته بإطلاق المدافع، لكن معتز ياسين كان متربصا لكرته التي أبعدها عن مرماه. ذات رأس استفاق في الدقائق الأخيرة وفرض السيطرة على أجواء المباراة، وهدد مرمى الشطناوي في أكثر من مناسبة عبر محترفيه فهد اليوسف ومعتز الصالحاني، إلا أنهم فشلوا بإدراك هدف السبق لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. في الشوط الثاني تناوب الفريقان على السيطرة على أجواء المباراة، ومن تمريرة متقنة ليوسف النبر انطلق المحترف ديالو كالسهم وتخطى المدافع حاتم عقل الذي لم يجد سوى الإعاقة داخل المنطقة المحرمة ليمنعه من إحراز الهدف. وليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها يوسف النبر بنجاح ألهب بها الجماهير الفيصلاوية. بعدها اندفع ذات راس لإدراك التعادل بكل أسلحته، الأمر الذي ترك مسافات كبيرة في دفاعاته لو استغلها لاعبو الفيصل لعززوا نتيجة. وفي الدقيقة 91 وبينما كانت الجماهير الفيصلاوية تنتظر صافرة النهاية للتتويج، احتسب الحكم ركلة جزاء ليسود الجنوب بعد أن تمت إعاقة الصالحاني داخل المنطقة ليترجمها الصالحاني نفسه ويدرك التعادل. في الأشواط الإضافية بدا الحذر واضحا على الفريقين وانتهى الأول بدون أي تغيير بالنتيجة قبل أن تأتي الدقيقة 17 بعد 100 ويضع اللاعب البديل أحمد نوفل الكرة بكل براعة في شباك ذات راس منهيا به المباراة لصالح الفيصلي، وأعلن عن عودة النسر الأزرق للتحليق من جديد على منصات التتويج بعد أن ظفر بلقب كأس الأردن للمرة 18 في تاريخه. كابتن محمد نبلش معاك، طبعا بنبارك لك مره ثانيه. مباراه جدا كانت صعبه، مباراه حلوه ومليئه بالحضور الجماهيري، فكيف لعبتوا هالمباراه؟ يعني زي ما بتعرف هاي مباراه نهائيه، مباراه كاس بطوله بحد ذاتها. احنا كلاعبين نادي الفيصلي تعهدنا انه نجيب هاي البطوله باي شكل من الاشكال. الحمد لله الشباب كانوا قد المسؤوليه، دخلنا بحذر زي ما يعني كان بالتقرير، كان في حذر كبير. كان هدفنا انه احنا ما ناخذ يجي في مرمانا اي هدف الا نقدر احنا نعوض. فبتعرف هاي مباراه نهائيه، لازم انت تدافع كويس، تجيب بهدف وتحافظ عليه. احنا جبنا الهدف وحافظنا عليه لاخر دقيقه بالوقت الضائع، احتسب علينا ركله جزاء. هنا الاعصاب شوي انهارت، يعني زي ما بيحكوها، يعني انه احنا كانت اللقمه بالثم، فانه فقدنا اعصابنا. لكن الحمد لله الشباب خبرتهم بعزيمتهم بإصرارهم قدرنا نرجع المباراة بالأشواط الإضافية، جبنا الهدف الثاني وحافظنا عليه، وهذا يعني اللي كنا إحنا يعني مركزين عليه إنه نجيب البطولة بأي شكل من الأشكال. ربنا وفقنا زي ما حكيت لك وأنهينا المباراة على هذا. الله يعطيك العافية. بها يعني العودة التدريجية لمستوى أبرز نجوم الفيصلي وأيضا مستوى حضرتك والعودة الطبيعية للفريق، كيف بلشت ويعني كيف صارت؟ طبعا اشي اكيد يعني شوي يعني كان في تغيير لاعبين، يعني اكثر من لاعب، يعني راد النواطي راح وهاني طيار راح، فاجوا كم لعيبه جداد، يعني قعدنا فتره انسجمنا مع بعض، فالحمد لله الامور مشت يعني. ف بس شوي رجعنا شوي بالنتائج، صار التغيير مدربين و يعني حتى الجمهور يعني بلش يخف، انه ما بلش يحضر لنا مباريات، يعني على مجرد تمرين يعني بلش يخف شوي، فبلشت ترجع الامور زي اول واحسن، بلش جمهورنا يرجع يسندنا من جديد. سر هالتحول؟ سر التحول جمهورنا. طبعا ايش اكيد جمهورنا، يعني احنا بنشكره انه ازرنا في كل مباراه ما بعد عنا، هذا كان سر جمهورنا يعني. فالحمد لله يعني كان شوي موسم كثير صعب علينا احنا كلاعبين، فقدرنا نلم الامور احنا كلاعيبه كبار، فقدرنا نلم الامور ونرجع الفريق بهيبته من جديد. يلا الله يعطيكم العافيه كابتن يوسف. طبعا مباراه كانت صعبه جدا، وضربه جزاء في مباراه نهائيه برضو هذا شيء صعب، وانت يعني من خلال عودتك للفيصلي يعني وانت واللاعبين الكبار بدكم ترجعوا الفريق زي ما كان وزي ما بتحبوا هالجماهير هاي، فخلينا نحكي شوي عن هذا الموضوع. اول شيء اكيد يعني اي واحد فينا كان في الملعب يعني ما كان راح يقصر، كان راح يقدم كل اللي عنده. حطينا بمواقف كثير صعبه هذا الموسم، الحمد لله يعني الشباب الفريق كله ال11 اللي بيلعبوا اللي برا كنا على قد المسؤوليه،
يعني ما قصرنا وما استسلمنا، ظلينا لآخر دقيقة نلعب مباريات، وفي مباريات كثيرة ما آخر دقيقة كنا ننهيها. صحيح. والحمد لله كل واحد بصراحة يعني بحب إنه يسجل، كل واحد بحب إنه يرفع اسم الفريق، كل واحد بحب إنه يفوز فريق. وأنا الحمد لله يعني بلنتيين صريح وبلنت النهائي تاعت ذات راس يعني كانوا كثير مهمين للفريق، يعني زي ما بحكوا تحملت مسؤوليتي اني اشوتها، والحمد لله ربي وفقني يعني وقدرت اسجل تنتين واساعد الفريق يعني. الحمد سر الركضه اللي طلعت فيها على الدرج رحت ما توقع، شو الموضوع بصراحه يعني الجمهور اللي كان موجود بصراحه جمهور يعني واللاعب تلحق وراك بدك تمسك وانت يوقع ولا يصير فيه ما خلص بتعرف واحد بنفعل وقتها يعني بنفعل يعني بعدين بس يرجع يحضرها انه بحس حاله انفعل زياده عن اللزوم، عرفت كيف؟ بس هي فرحة يعني، وحبينا نفرح مع الجمهور بصراحة اللي احنا كنا يعني هدفنا الوحيد ناخذ البطولة عشان نفرح الجمهور هذا، والحمد لله قدرنا نفرح. أكيد فرحتوا هالجمهور يعني، أنا مش عارف مع حسيبة وحسام طبعا الليبرو معنا منتخب هون، أي فريق خماسي حابب يلعب يبعث لنا مسج، بدنا حارس، أي عندك أبو عويمر سحويل بد أي حدا موجود يا حسيبة لا تخاف تغلب الكل، أمورك تمام ولا شو رأيك كابتن؟ أكيد طبعا معانا الفريق نغلبه الحسيبة معانا. لا 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 حسيبة ما بلعب معنا، حسيبة مش معانا كابتن محمد بيرك موجودين هون طبعا زي ما حكوا الشباب كابتن، وايضا المراسلات اللي عم توصلنا يعني فرحة كبيرة من جماهير الفيصلي على الكأس، وايضا هم كان لهم فضل انه رجعوا للملعب وساندوكم يعني اصعب الاوقات، فكلمة من قائد الفريق. يعني أول إشي أنا حاب أشكر جمهور نادي الفيصلي، أنا حكيت لك في الحلقة اللي مضت جمهور الفيصلي هو اللي رفعنا معنويا، حكيت لك وقف معنا وإحنا قاعدين من ننافس على الهبوط وقف معنا، وحكيت لك أنا إذا منجيب الكأس كأس الأردن ونقدمهم إياه هدية راح نكون كثير مقصرين بحقهم كمان، لأنه جمهور يحترم، جمهور عنده انتماء للنادي الفيصلي للكلر الأزرق، شو ما نحكي له شو ما نشكره راح نكون كثير مقصرين معه صراحة. يعني اللي حكى للكابتن محمد خميس انه بدك تصير مذيع ما كذبش والله ان شاء الله، بس انا حاب اصير مدرب ان شاء الله الله يوفقك. طبعا فارس المرحلة والمدرب الشجاع اللي مسك الفريق في هالوقت الصعب الكابتن راتب العوضات، تحياتنا لك وخلينا نشوف شو حكى لكاميرا رؤية. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نشكر الله اول شيء، الحمد لله التوفيق من الله، نشكر معالي الشيخ سلطان العدوان رئيس نادي الفيصلي واعضاء مجلس الاداره والاخ محمود صايل على التكاثف اللي كان بالمرحله الاخيره المرحله الصعبه اللي هي بالدوري ومن ثم الكاس، نشكر جمهورنا الحبيب وبنهديه الكاس اليوم لانه بيستاهل اكثر من هيك، اللي كان معنا سند قوي من الدوري من اخر اربع مراحل ومن ثم الكاس، نقول الحمد لله هاردك لأخواننا ذات راس أدوا مباراة جيدة، الفيصلي كان اليوم بيستحق الفوز، أهدر فرص كثيرة بس ربنا أكرمه بنتيجة الحمد لله، وهدفنا واضح كان هو الفوز والحمد لله الله أكرمنا فيه، وبشكر كل اللاعبين لأنهم أدوا فوق الطاقة رغم أنه بالمرحلة الأخيرة احنا بنهاية موسم ان اللاعبين كانوا على مستوى عالي بالأمور بحضورهم الذهني والأمور البدنية الحمد لله. طبعا يعني الكابتن راتب العوضات زي ما حكينا مرحلة صعبة تسجل لك هاي طبعا الفترة كابتن، يعطيك ألف عافية وألف مبروك كأس الأردن. طبعا الكابتن محمد خميس الكابتن بهاء عبد الرحمن والكابتن يوسف النبر منورينا ما شاء الله عنكم، أهلا وسهلا فيكم، ودائما مبسوطين أنه دائما تكونوا متواصل معنا بإكسترا تايم، والشهاده لله دائما الثلاثي يعني انتم ما بتقصروا مع الاعلام يعني في لعيبه بخافوا او في لعيبه ما بيحكوا او في لعيبه، لكن انتم دائما بتتحملوا المسؤوليه، فانا يعني بدي اوجه لكم شكر عن جد الثلاثه من كل قلبي. وايضا باقي الكتيبه للفيصليه والنجوم، ونشوف ايضا العديد من الاشخاص اللي كانوا موجودين في المقابلات وبنرجع بنكمل.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نحكي لأخواننا ذات رأس هارد لك اليوم فريق كبير بيستحق يكون اليوم بالمباراة النهائية بنتمنى لهم كل التوفيق بالموسم القادم إن شاء الله وإن شاء الله بحصد البطولات بالنسبة لنا إحنا النادي الفيصل الحمد لله رب العالمين الله كرمنا بنهاية هالموسم المتعب بالبطولة هاي فرحنا فيها جمهورنا يعني إحنا كلاعبين لعبنا للجمهور فقط لا غير يعني بيستاهلوا أكثر من هيكم شكرا لهم مبروك عليهم إن شاء الله فوز اليوم وبطولة اليوم تكون بداية عودة النادي الفيصل إن شاء الله الحمد لله رب العالمين اليوم أثبت لعيبة الفيصل المزلام الحمد لله اليوم قدرنا نسعد الجمهور اللي أجانا أنا بتوقع هاي بداية الانطلاق إنه الزعيم يرجع زي أول الحمد لله هذا أغلى كأس للنادي الفيصلي وإن شاء الله إن شاء الله الفيصل راجع من المباراة هاي يحصد كل البطولات السنة الجاي بإذن الله يعني مباراة كانت قوية بيستاهل الفوز للنادي الفيصلي اليوم عملوا عليهم الشباب بنقول لهم ألف مبروك بالكأس هنا طلعنا الحمد لله طلعنا في هذا الموسم بدون ما نطلع بأي بطولة بالعكس اشتغلنا طلعنا ببطولة بنبارك لجمهور النادي الفيصلي بكأس الأردن وبنقول لجمهور إنه إن شاء الله راح نشتغل الموسم الجاي وراح يكون الوضع أفضل من هيك وبشكر الجماهير اللي حضرت اليوم وبنقول لهم ألف مبروك بطولة الكأس طبعا مقابلات وحديثة لنجوم الفيصلي بعد تتويجه بالكاس راح استمر أنا ونجومي اليوم بإكسترا تايم جدا مبسوطين بحضورهم لكن خليكم معنا فاصل قصير وبنرجع مساكم زي العسل من جديد في اكسترا تايم كاملين معاكم النتائج الأولية من سؤال شارك طبعا النتائج شو ما كانت طالعة راح يكون إذا سلبي أو إيجابي دافع لكم فما فيها طبعاً. زعل أكيد. طيب نشوف النتائج الأولية لسؤال شارك زي ما حكينا راح نتحدث عنه وراح نحكي شو النتائج اللي بتوصلنا أول بأول سؤالنا كان هل فوز الفيصلي بكأس الأردن سيعيد الفريق إلى مستواه الإجابة الأولى نعم 41% والإجابة الثانية لا 59% التصويت مستمر حتى نهاية الحلقة عبر تطبيق رؤية سؤال شارك الخاص بإكسترا تايم كابتن 41-59 نعم 41 ولا 59 فالثقة لازم ترجع للجماهير أكيد. سواء مش بس الجماهير الفيصلي الجماهير الأردنية كلها أكيد طبعا شوف هو الجمهور بيحكم على إيش قدم الفيصلي مستوى في الدوري أو في الموسم كامل المرة المضت حكوا إنه إحنا ما رح نأخذ بطولات يعني التصويت كان إنه الفيصلي ما رح يعود للبطولات صحيح. لكن احنا كلاعبين اثبتنا العكس احنا اخذنا كاس الاردن ثاني اهم بطوله واحنا بنعتبرها بطوله مهمه جدا كونه احنا مشارك فيها بكاس الاتحاد الاسيوي اثبتنا انه لعيبه الفيصلي رجال حافظوا على سمعه النادي الفيصلي على انجازاته حكيت لك انا من قبل يا طارق قلت لك النادي الفيصلي متعود على منصات التتويج فاللاعبين كلهم بيعرفوا هذا الحكي وثابروا واجتهدوا في التمارين انت لما نفوز على نادي الوحدات بطل دوري طلعوا من بطوله الكاس وتاهل على النهائي وتفوز على فريق قوي زي ذات راس يحترم بتوقع انه الفيصلي قادم بموسم الجاي بقوه طيب كابتن بهاء تعليقك على الارقام يعني حكى ملاحظه جدا مهمه الكابتن محمد خلال الحلقه الماضيه لما كانوا موجودين النسبه كانت كثير قليله يعني هلا ارتفعت وصلت لحد الأربعين فحتى لو انها يعني بالنعم انه يعني راح يرجع او لا فهي دافع فانت شو تعليقك على هالارقام طبعا ايش اكيد يعني الجمهور حكم على التصويت عن على الموسم هذا يعني طبعا ما كان يرضي الجميع الموسم هذا يعني كان لا يرضينا احنا كلاعيبه ولا جمهور فان شاء الله يعني الموسم الجاي راح يكون مختلف يعني انا بتمنى من الاداره انه تبلش تعاقدات من هسه مع لاعيبه يعني ما شوي يعني تبلش قبل الأندية كلها يعني مفروض إنه يرجعوا هيبة الفيصل من جديد وإنه أتمنى إنه يرجعوا أولاد النادي من جديد وينبني الفريق من جديد إن شاء الله الأسماء اللي هي يعني أولاد النادي زي ما أولاد النادي صحيح أبو النبر تحكي لنا بس التصريح تبع الكابتن محمد خميس في الفاصل عن مدريد التصريح محمد خميس بقول لك خذ مني الصافي كمان بحكي لك رونالدو وجارث بيل مطلوبين لمانشستر يونايتد 157 جنيه استرليني جنيه استرليني وشدد يعني على استرليني تصريح قوي من جوا النادي الملكي يعني. من جوا النادي المصادر جيتك موثوقه يعني بقول لك صدق
طيب أبو النبر طبعا هالنسبة وكلامك للجمهور خلال والله بصراحة أنا من لما بلشت بالسؤال يعني كنت متوقع هاي النسبة يعني تكون أقل الناس جمهور، بس شوف الكابتن محمد حكى شغلة أول حلقة قال إنه يعني حتى لو جبنا كأس الأردن إحنا لسه مقصرين مع الجمهور. شوف أنت عم تعمل مع جمهور بصراحة متعود على بطولات ومش إشي كبير إنه يأخذ بطولة، عرفت كيف؟ هي فرحتها كانت لأنه إنه سنتين ثلاث خلينا نحكي ما خدناش بطولة، رجعنا البطولات، هاي كان فرحة الجمهور، ولا هم إنه يأخذ كأس، يأخذ دوري، يأخذ كأس كوس، حتى اتحاد آسيا مرتين، يعني كان يعني شوي كان صعب إنه إحنا نرجعها بكأس واحد. بس إن شاء الله بنوعد الجمهور إذا ضلينا في النادي يعني كلنا إنه السنة الجاي ببداية الموسم نأخذ كمان كأس الكوس، عندنا كأس الكوس بداية الموسم، وعندنا بطولات، عندنا دوري، وعندنا مشاركة باتحاد آسيوي زي ما بتعرف بطل كأس مشارك باتحاد آسيوي. نوعدهم إذا ضلينا في النادي إن شاء الله إنه ما نقصر ونرجع هذول البطولات لخزائن النادي إن شاء الله. طيب أيضا زي ما حكى الكابتن بهاء إنه في شغل أيضا على الإدارة من خلال اللاعبين وأولاد النادي، ويعني شغل التعاقدات كمان، أنت شو بتحكي عنه؟ شوف أكيد طبعا أكيد مرينا موسم هذا أنا بالنسبة لي كان درس للجميع، يعني سواء للاعبين سواء للإدارة كان درس قوي جدا. إنه المرحلة اللي وصلنا فيها إنه كان الفريق مهدد شوي بالهبوط، بس رجع صحي وضلينا في الممتاز الحمد لله. هاي درس يعني للجميع، حتى للجمهور، حتى درس لكل أي شخص له دخل بالنادي الفيصلي. وأنا بالنسبة لي نعم لازم يعني ضروري إنك ترجع ثلاث أربع أقل ما فيها ثلاثة أو أربع لاعبين من أولاد النادي اللي هم بيلعبوا الأندية الثانية زي ما أنت بتعرف، ونجوم بأنديتهم الثانية يعني في أسامي كبيرة، يعني بديش احكي اسامي بلاش انسى لي واحد ويزعل اكيد، لانه كل ابناء النادي الفيصلي بنديتهم عم تبدع، لانهم لعيبه يعني لو مش كويسين ما بكونوا بالنادي الفيصلي. صحيح كابتن، انت قائد الفريق وايضا لك كلامك في هذا الموضوع. يعني اكيد طبعا، شوف دائما يعني احنا ارجع من ثلاث سنين وشوف هسه لعيب نادي الفيصلي وين موجودين كم نادي موزعين، تلاقي فوق العشر 15 لاعب بيلعبوا قاعدين في أندية، هذول أولاد النادي الفيصلي تربوا في النادي الفيصلي. إحنا بزمن الاحتراف، زمن الاحتراف يعني بتطلب منك تلعب موسم موسمين في ناديك بعدين تروح تنتقل، لكن أنا مع الشباب إنه لاعبين النادي الفيصلي أولاد النادي الفيصلي لازم يرجعوا. يعني هاي مو شغلتي أنا، ما بدخل بشغلات إدارية، هم بيعرفوا أكثر مني الإدارة. يكون أولاد النادي موجودين صراحة راح تلاقي وضع النادي الفيصلي غير. طيب النجوم الكبار الموجودين معنا في الاستوديو طبعا احنا ما راح ننساهم ولا راح ننسى تقديرهم، هو يعني تقديرهم كثير كبير، لكن احنا كمان حبينا يعني نعملهم يعني أكثر من هذا الموجود، ونشوف الكابتن الكبير محمد خميس والتقرير التالي، وبنرجع على الدور طبعا. كثر ما قلت انا حبك، كثر ما قلت انا هو بغني لك انا حبك واقول اهواك انا اهوى، كثر ما قلت انا حبك، كثر ما قلت انا هو بغني لك انا حبك واقول اهواك انا اهوى. صخرة الدفاع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، هذا أقل ما يوصف به قلب دفاع الفيصلي محمد خميس، والذي كان ولا يزال من أقوى لاعبي خط الدفاع في تاريخ النسر الأزرق، الذي أنجب العديد والعديد من عمالقة الدفاع في كرة القدم الأردنية. أبو شجاع كان يشكل عقدة لمهاجمي الخصوم، وكان دائماً ما يقطع عنهم الماء والكهرباء داخل منطقة الجزاء، واستبساله بالدفاع عن شباك فريقه كان دائماً ما يعطي الأمان والاطمئنان للحارس من خلفه. محمد خميس الذي بدأ مشواره مع الفيصلي منذ نعومة أظافره، توج مع الفريق بالعديد من الإنجازات والألقاب سواء المحلية منها أو الخارجية، وخاض تجربة الاحتراف في الخارج سواء في الدوري السعودي أو الإماراتي، ونجح بترك بصمة واضحة في الفرق التي مثلها. دافع عن قميص المنتخب الوطني في العديد من المناسبات، إلا أنه خلال مشواره الطويل طاردته لعنة الإصابات في أكثر من مرة حرمته من إكمال موسمه بشكل كامل، إلا أن خميس قاوم تلك الإصابات وكان يعود أقوى من قبل. من حمل الكأس يوم أمس تربطه علاقة عشق قوية بينه وبين الجماهير العريضة،
فماذا سيقول كابتن الفيصلي لتلك الجماهير الوفية خلال استضافته في برنامج إكسترا تايم لهذه الليلة؟ شو يا كابتن؟ شو اللي مسويه هذا؟ والله شو هالمسيرة اللي بتجنن؟ والله الحمد لله، هذا أول إشي من فضل ربنا. ثاني إشي يعني أنا حاب أوجه خلال قناتكم يعني تفضل الشكر يعني لعائلتي، لشجاع اللي بشرني يوم المباراة، يمكن يوسف بيعرف، بشرني إنه ظلوا يدعي لي من حبيب. اول من الصبح، الله يخلي لك، من اول ما بلشت المباراه، ويمكن نام وصحي على الجول الثاني وسال مين فاز. ظلوا يدعي لي، بنتي ملاك وعلى راسهم ام شجاع، ما شاء الله، اللي داعميني الصراحه، وبضلهم يدعوا لي. هذا اول شيء توفيق رب العالمين، وانا حاب ان اوجه لهم شكر خاص يعني من قناتكم يعني. طيب ايضا في شغله ثانيه، سر حب الجماهير كمان لك كابتن. يعني شوف، جماهير نادي الفيصلي شو ما عملها محمد خميس او اللاعبين نادي الفيصلي، صراحه حكيت لك قليل، بيعشقوا شيء اسمه النادي الفيصلي. احنا بنشوفهم في التمارين، بنشوفهم في الملعب، اذا خسرنا كيف بيبكوا كبار وصغار. فعشان هيك احنا دائما بنشعر معهم، واحنا موجودين، وبحكيها دائما انه احنا موجودين كلاعبين عشان نفرح جمهور بيجي على الملعب قبل 3 ساعات واربع ساعات عشان يآزر نادي. احنا يجب علينا كلاعبين انه نشعر معهم، وانه دائما انه نكون قد المسؤولية عشان نفرحهم. طبعا الله ان شاء الله دائما يطول بعمرك، ويكون وضعك منيح بعيد عن الاصابات. بدنا اياك تضل في الملاعب وتضلك بقمه عطائك كابتن. اكيد طبعا محمد. ان شاء الله، لكن العمر له دور ترى، يعني انه بتعرف كل واحد له 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 يعني بده يعتزل الاخر. لساتك شباب كابتن، يعني مش هسه، لقدام شوي. خوفتني، كنت بدك تفاجئني تحكي لي هذا الموسم. لا ما بدنا، بدك تضل. لا ان شاء الله ان شاء الله. طيب الكابتن الانيق والرائع والمدفعشي زي ما حكينا لما بلشنا، الكابتن بهاء عبد الرحمن، لما يكون بمستواه تطمن وبتكون بخير. خلينا نشوف التقرير وبنرجع. يا بعدهم كلهم يا سراج بينهم، يا بعدهم كلهم يا سراج بينهم، عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم، عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم. كثير من عشاقه ومحبيه يشبهون طريقة لعبه بلاعب الوسط الإسباني الدولي تشافي هرنانديز، كيف لا وهو يملك الكثير من صفاته، المايسترو، رمانة الوسط، المهندس، وقاذفة اللهب، كلها ألقاب ارتبطت باسم بهاء عبد الرحمن الذي يعتبر واحدا من أفضل من أنجبت الكرة الأردنية في مركز الوسط. تمريراته الدقيقة وطريقة احتفاظه بالكرة وقدمه اليمنى التي لا ترحم، مهارات اكتسبها بهاء عبد الرحمن منذ بداية مشواره في عالم الكرة المستديرة، مما جعله محبوبا لدى جماهير الكرة عامة، وعشقه ليس حكرا على جمهور الفيصلي فقط. بهاء عبد الرحمن بدأ مشواره مع نادي حي الأمير حسن، وما أن لبث حتى انتقل إلى النادي الفيصلي الذي احتضنه وبرزت موهبته معه، الأمر الذي أجبر منتخب الشباب لاستدعائه لبطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في كندا 2007، وكان من اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة مع الشباب قبل أن ينتقل بعدها إلى المنتخب الأول. ويواصل المايسترو التألق حتى أصبح أحد جنود النشامة مهما كان اسم المدرب، ومن ينسى هدفين الصاروخين سواء في مرمى السعودية أو في مرمى المنتخب الصيني. بهاء خاض تجربة الاحتراف في الخارج، فلعب على سبيل الإعارة بقلعة الكؤوس النادي الأهلي السعودي والتعاون، قبل أن يعود إلى الأردن ويلعب مع ذات راس أيضا، قبل أن يعود ليدافع عن اسم الزعيم. وآخر ما حققه هو لقب الكأس وهدفه الصاروخي في مرمى الوحدات الذي أهل الفيصلي إلى المباراة النهائية. بهاء عبد الرحمن سيحدثنا عن المستقبل في الفترة المقبلة، وهل تلقى عروض للاحتراف في الخارج أم لا.
إلا قلبك اتركونا لا تمسه إيده. كابتن بهاء، لا تراجع ولا استسلام ابدا. المرحله الماضيه ما ننساها، وبدنا نتذكر بهاء ايام المنتخب والفيصلي، وهلا من جديد كمان يرجع اكثر واكثر زي الصاروخ. طبعا ان شاء الله الواحد دائما يضل مستواه فوق، فشوي المرحله اللي كانت شوي مع النادي شوي رجع ادائي شوي لورا، فالحمد لله قدرت ارجع وبهمه الشباب. الموسم الجاي كمان احسن واحسن. طبعا ايش اكيد، ما دام مع الفيصل حظل احسن واحسن ان شاء الله يا رب. طبعا ايضا يوسف النبر وتسديداته واهدافه واللقطات الحاسمه اللي دائما بيعملها خلال اللقاء راح يكون له دور معانا، لكن في شغله قبل ما نبلش فيها، في كثير من الاصدقاء عم بيبعثوا لي عن موضوع المسبات اللي كانت في خلال مباراه الفيصلي وذات راس، عن مقدسات، عن أي شيء عم بصير. كثير من الحديث تم تداوله خلال الفترة الماضية، والمصدر موجود معنا في الاستوديو وما فيش داعي انه يعني ينكروا او انه لا سمح الله انه صار شيء انهم ما يحكوا بهذا الموضوع. فطبعا مراقب المباراة الكابتن طلال سولمين نفى لرؤية هذا الموضوع وما يعني صدر عنه، وايضا ما نسمع من قائد الفريق يعني حول هذا الموضوع، وخليه هو يحكي عنه بكل صراحه. كابتن يعني كثير من المشاركات عم تبعث لنا، معقول الكابتن بهاء، الكابتن يوسف، الكابتن محمد خميس سمعوا هيك شغلات في الملعب؟ ويعني يعني لك الكلمه تفضل. لا صراحه ما صار هذا الحكي. اي واحد بيحكي انه صار هذا الحكي يعني يعطينا الدليل، احنا موجودين في الملعب بنلعب في المباراه. صراحة انت بتعرف يعني اي واحد موجود في الملعب، طيب انا بحكي لك اياها هسه هون، اي واحد موجود في الملعب بيحكي قاعد انه صار في مسبات على المقدسات او مقدسات، انا يجي يواجهنا الان يعني. حلو، لانه احنا ما بنرضى، شايف انه يصير يعني تروح المباراة بشكل ثاني. صارت قبل فترة، ترى لعبنا مباراة وبرضو حكوا انه رفعوا ابصر يافطات ما بعرف ايش، وطلع كلام كله غلط، كانت يافطة الالتراس الفيصلي، فما بعرف. في ناس انا بتوقع انهم هم حابين يعملوا مشكلة، يعملوا علاقات او يعني يكركبوا الوضع شوي، لكن احنا موجودين، هي الشباب موجودين كمان بدهم يحكوا لك. وبعدين بدي احكي لك، انت بتحكي مراقب المباراة نفى. صحيح، نفى لرؤية رسمي. مراقب المباراة ما راح يعني يتعاطف لا مع فيصلي، جمهور فيصلي، او اي شيء خارج النطاق راح يكتب فيه. بتوقع انه كل الحكي اللي قاعد بنحكى واللي بيجي قاعد كله غلط 100%. كابتن بهاء، كابتن يوسف، كمان انتم بتقدروا تساعدونا. يعني هو الحديث كان عن موضوع الوحدات، نجوم الوحدات، وايضا انه صار في مسبات. يعني بدي منكم تحكوا للجماهير قديش انتم صحبه، انتم لعيبه الوحدات، لعيبه المنتخبات، لعيبه الانديه، هل فعلا صار هيك شيء في الملعب زي يعني الكابتن ما بيحكي؟ لا، زي ما حكى الكابتن محمد خميس، يعني هذا الشيء يعني انا ما برضى، ولا محمد ولا يوسف ولا يعني اي حدا لاعب ارضي برضى انه يجيب بسيرة المقدسات يعني. فهذا الحكي يعني ما في منه يعني كانت المباراة، يعني حتى مباراتنا مع ذات راس يعني كانت مباراة حلوة، يعني طلعت بروح رياضية بيننا وبين الطرفين، بين الجمهور، يعني ما في منه هاي المسبات. يعني انا ما برضاها انه تطلع هاي المسبات، يعني حتى مسبات ثانية، يعني عشان احبب الاطفال بكرة القدم مثلا، انه اوديه على الملعب مع والده مع خاله، انه تحبب الناس بكرة القدم. صحيح، انه ما يكون في مسبات. صحيح كابتن يوسف. لا اكيد طارق، ما صارش شيء من المواضيع هاي، بس هي البلبلات اللي بضلهم يطلعوها العالم، في ناس مختصين لهي الشغلات تعرف، يعني بحبوا يخربوا، بحبوا يطلعوا شغلات يعني. بس انه صار شيء، لا ما صار نهائيا، ما صار شيء من هذا. بالعكس جمهورنا، حتى جمهور ذات راس بهاي المباراة بالاخص، كانوا يعني جدا على يعني على مستوى عالي، يعني ما كان في مسبات، ما كان في يعني، بالعكس بيشجعوا فريقه باحترام، خلصت المباراه زقفوا لنا، يعني عرفت كيف، ما كان في اي نهائيا من هاي يا سيدي. ان شاء الله احنا بنتمنى هذا الكلام دائما يكون موجود. نرجع لنجمنا اللي كان يحكي هلا، وايضا بما انه مدريدي اكيد الشباب لازم يكونوا مظبطينه، النجم يوسف النبر، نشوف التقرير وبنرجع. انت غيرهم يا حبيبي، انت غيرهم،
اللي خانوا في الهوى وضميرهم انت غيرهم يا حبيبي انت غيرهم اللي ياما تعودوا على جرح غيرهم انت اجمل قلبي شفته في الزمن ده انت 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 حب حسيته قبل النهارده انت انت صرخته وطريقة تعبيره عند تسجيله لأي هدف تعطي المشاهد دلالة واضحة على انتمائه وولائه للقميص الذي يدافع عنه. يوسف النبر اللاعب المهاري وصاحب القدم اليسرى دائماً ما يعذب دفاعات الخصوم، ولديه من الفنيات والمراوغات التي تطرب كل من يشاهده داخل المستطيل الأخضر. النبر الذي بدأ مشواره مع شباب الأردن في فئته العمرية المتسلسلة وانضم خلالها للمنتخب الوطني للناشئين والأولمبي كان مطمعاً لجميع الأندية الأردنية لما يتمتع به من حس كروي خاص تجبر الجميع على احترامه. منذ انتقاله للنادي الفيصلي وارتدائه القميص الأزرق نشأت علاقة قوية تجمعه مع الجماهير الفيصلوية التي دائماً ما تتغنى وتتجلى بتشجيعها ومنادتها للنبر. هذا الموسم بدأ النبر مع الفيصلي وانتقل بعدها لناديه الأم شباب الأردن، وفي فترة الانتقالات الشتوية انتقل لغزلان الشمال الرمثة، إلا أنه فسخ عقده مع الفريق بالتراضي قبل أن يعود إلى النسر الأزرق من جديد، وكان من اللاعبين المؤثرين الذين ثبتوا اسم الزعيم في مصاف دوري المحترفين بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس الأردن الثمين. النبر بات من أميز اللاعبين الأردنيين والجميع يترقب مواصلة تألقه وأن يراه في صفوف النشامة وأن يأخذ فرصته في المستقبل القريب. قلبهم حاجة تانية يلي نستني في ثانية كل قاسي قلبهم انت أجمل قلبي شفته في الزمن ده انت 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 حب ما حسيتوش قبل النهاردة انت انت في الزمن ده انت ما حسيتوش قبل النهاردة انت انت ليه بنسأل عنهم او نفتكرهم انت غيرهم انت غيرهم يا حبيبي انت غيرهم اللي كابتن يوسف الله يسعد هالضحكة والإشي، إن شاء الله دائماً تضلك مبسوط ومبتسم، يعني ما شاء الله عنك نجم من نجوم كرة القدم الأردنية، بدنا تضلك يعني ثابت على مستواك وتطلع أكثر وأكثر كمان كابتن. إن شاء الله أكيد هذا بفضل رب العالمين، يعني الحمد لله على كل إشي، يعني الواحد بحب يتعب حاله عشان بالآخر يلاقي نتيجة، وأنا بصراحة حاب أشكر أهلي يعني والدي ووالدتي وأخواني في البيت، ووالدي زي ما بتعرفوا اصلا عضو نادي شباب الاردن ومن داعمين كثير الي بصراحه، هو اللي خلاني ابلش بهذا المشوار، والحمد لله رغم اني انا بنادي ثاني غيره بس بتابعني وبنصحني بشغلات، والحمد لله رب العالمين على كل شيء يعني، وان شاء الله انا بوعد اللي بحبوني واللي بيهتموا في اني اقدم اكثر واكثر ان شاء الله واخدم الفريق اللي بلعب فيه والمنتخب باذن الله. الله يوفقك كابتن يوسف. سؤال للثلاثي الكبير اليوم كابتن محمد، الموسم القادم وين؟ شو الوضع؟ لسه ما بين شيء الصراحه، يعني بتعرفي الاولويه للنادي الفيصلي كونه احنا اولاد النادي الفيصلي، بس لحد الان يعني ما صار شيء، بتعرف انت الموسم يعني الموسم كله خلص امبارح يعني، فلسه انه ناخذ راحتنا شوي ولسه في وقت كبير يعني انه يصير اي تطورات يعني. كابتن بهاء الجماهير عم بعثوا لي عروض من انديه سعوديه، بهاء شو راح يصير معه؟ شو الوضع؟ فتفضل. انا اول شيء اجاني عروض يعني من انديه سعوديه، انا في ناديين يعني تقريبا 80% يعني، بس انا الموسم الجاي مع الزعيم يعني راح اكون موقع سنتين بس انه عقد بايدي يعني بطلع. لكن انت الموسم القادم يعني لسه ما صار اي شيء ثاني؟ ما في شيء رسمي لسه من العقود اللي برا، بس الموسم الجاي مع الزعيم لو ما اجى عروض يعني. كابتن والله انا بصراحه يعني
بنتظر بعض العروض من برا يعني، بس بحالة ما جاني أي عروض من برا يعني أنا إن شاء الله بإذن الله راح أكون موجود مع النادي الفيصلي، يعني هو لو له الأولوية دائما وأبدا يعني، وإن شاء الله إذا ما صار نصيب بالخارج راح أكون موجود إن شاء الله بشغل. الله يوفقكم ما كنتوا طبعا، وإن شاء الله يعني تكون أموركم دائما بكل خير. الفيصلي الموسم القادم بالتقرير التالي بنشوف شو بينتظر، شو آخر التطورات بنشوفه برد نرجع. فوائد عديدة جناها الفيصلي من ظفره بلقب كأس الأردن، فهو اللقب الذي أنقذ موسمه وأعاد الحياة له ولجماهيره، ليختتم الموسم الأسوأ بتاريخه باعتلائه منصة تتويج مع آخر مباراة في الموسم. وأعطى هذا اللقب مدخلاً للنسر الأزرق ليبدأ موسمه الجديد بالمنافسة على بطولة وهي كأس الكؤوس أمام الوحدات، حيث سيتنافس بطل الدوري وبطل الكأس في مباراة واحدة ستكشف عن هوية أول بطل في الموسم الجديد. وهذه البطولة التي ستكون في بداية الموسم تضع على الفيصلي متطلبات كثيرة لتحسين الأخطاء التي حدثت في الموسم الماضي وضرورة الظهور بشكل جديد يرضي طموحه كفيصلي ويرضي طموح الجماهير. وفتحت بطولة كأس الأردن الباب من جديد للفيصلي للمشاركة الخارجية، حيث أصبح يملك بطاقة العبور للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي من جديد، وهو يحمل في خزائنه لقب البطولة مرتين. وتمني جماهير الأزرق النفس بأن لا تقدم إدارة النادي على الاعتذار عن المشاركة مثلما حدث الموسم الماضي بسبب الضائقة المالية، كون علاقة الفيصلي مع المشاركات الخارجية مميزة من خلال الإنجازات التي حققها في السنوات الماضية. ويبقى على الفيصلي دراسة وضعه في دور المحترفين ووضع النقاط، كيف سيعود إلى هذا اللقب الذي يعتبر الأغلى على الصعيد المحلي. طبعا كابتن محمد، الموسم القادم والفيصلي بحاجة لتعاقدات وأيضا بحاجة أنه يرجع يشارك في كأس الاتحاد الآسيوي مش زي هذا الموسم. أكيد طبعا، يعني شوف نادي الفيصلي هاي السنة زي ما كنا بنعرف أنه اعتذر عن كأس الاتحاد الآسيوي يعني بسبب الضائقة المالية. بتوقع أنه إحنا لازم أنه نشارك في كأس الاتحاد الآسيوي كونه إحنا بطلها مرتين وصيفها مرة، يعني لازم انه احنا نرجع لهي البطولة ونرجع لها بقوة. كيف ترجع لها؟ لازم يكون في تعاقدات على مستوى كأس الاتحاد الآسيوي، لازم يكون جمهورك حاضر بقوة لهي البطولة على اساس انه انت ترجع تاخذها كمان مره، يعني انه ايضا ثبات اداري، ثبات مالي، ثبات. اكيد طبعا كله هذا بيتطلب كله بيتطلب خطة متكاملة من بداية الموسم. بتوقع انه الإدارة لازم يعني تكون واعية لهذا الموضوع، هم واعيين يعني، واللي مرينا فيه هاي السنة اكيد الموسم الجاي ما راح نمر فيه. ان شاء الله يا رب انه نقدر انه الموسم الجاي كمان نفرح الناس، ناخذ، بتمنى انه ناخذ بطولة الدوري. يعني بطولة الدوري بالنسبة لنا مهمة، غايبة عنا صار لها فترة. بتمنى انه السنة الجاي ناخذ بطولة الدوري كأس الاتحاد الآسيوي، وهذا يعني الطموح مشروع يعني لأي نادي لأي لاعب إنه حقه الشرعي إنه يطمح في هذه البطولة. صحيح. بهاء طبعا نجوم بحجم أسماءكم ما بيرضيهم إلا المشاركة في بطولة زي كأس الاتحاد الآسيوي ونيل البطولات، فالفيصل الموسم القادم طبعا إيش أكيد يعني أنا بتمنى من زي ما حكيت أنت ثبات إداري وثبات مالي. فأتمنى يعني إنه هاي اللي أنا من وجهة نظري كمان الكلمة اللي حكيتها كثير جوهرية، ثبات المالي كمان يكون موجود إيش أكيد يعني بتمنى أنا إنه يكون في ثبات مالي وإداري. وطبعا زي ما حكى الكابتن محمد يعني إحنا متعودين على البطولات الخارجية، يعني أخذنا بطولتين زي ما حكى بعيد عن الدوري، صلنا فترة من 2011 أخذنا آخر دوري، فأنا بتمنى إنه تكون التعاقدات على يعني تكون على مستوى عالي وناس
يعني ناس من برا انه اتمنى انه يبلشوا يدعموا النادي يرجعوا هيبه الفيصل من جديد، فان شاء الله انه الفيصل يرجع على من جديد باذن الله. طبعا هاي العوامل هي اللي بترضي النجوم الكبار انه يكون الفريق ثابت كابتن يوسف من كل النواحي، وايضا وجود مشاركات خارجيه بتلبي طموح اي نجم يكون موجود باي فريق. اكيد شوف مشاركه النادي الفيصل السنه الجايه بالاتحاد الاسيوي حتى هاي اللي حالها يعني بحد ذاتها بتشجع اي لاعب يروح على النادي الفيصل، يعني بتكون الامور سهله بتتعاقد مع لاعبين، لانه شوف لما تكون انت عندك مشاركه خارجيه هاي كويسه لاي لاعب، واي لاعب بتمنى يلعب بالاتحاد الاسيوي، فلما يكون نادي الفيصل بيشارك بالاتحاد الاسيوي هاي بتسهل على الاداره انها تتعاقد مع اللاعبين، واحنا بنتمنى انه الاداره تكون شغاله بصراحه على الامور هاي انه تجيب لاعبين على مستوى النادي الفيصلي، مش اي لاعب، مش انه بس يجيبوا لاعبين، لا يجيبوا لاعبين على مستوى النادي الفيصلي اللي يقدروا ينافسوا بالاتحاد الاسيوي، لان بطوله الاتحاد الاسيوي مش بطوله سهله يعني، والفيصلي مر بالموضوع هذا مش مره، ثلاث مرات، مرتين بطل ومره وسيط، فيعني الامور يعني زي ما بحكوها يعني ماشي على النادي الفيصلي، يعني تعديناها هاي، عرفت كيف؟ فبتمنى انه تكون الامور التعاقدات تتحسن يعني، وبتمنى انه كمان من الناس اللي بتحب النادي الفيصل تدعم النادي الفيصل، وبتوقع البطوله الكاس اللي حققناها ممكن تشجع الناس، ترجع الناس على النادي الفيصل، ترجع اللاعبين القدام، ترجع الداعمين، ترجع الاداره النفسيه الحلوه، وبنتمنى يعني بصراحه كنا موجودين او ما كنا موجودين سجل، بنتمنى النادي الفيصل اكيد الخير وهو قدها يعني. النتائج النهائية لسؤال شارك لهذه الليلة وهذه الحلقة الرائعة مع النجوم الرائعين، سؤالنا هل فوز الفيصلي بكأس الأردن سيعيد الفريق إلى مستواه؟ الإجابة الأولى نعم، بقيت النسبة فيها 40% ولا 60%. طبعا كابتن محمد بشكل سريع، أنت والنجوم يعني كل لعيبة البلد أصحاب وحبايب وكل الأندية، الجزيرة والوحدات في محطة صعبة جدا في كأس الاتحاد الآسيوي، بوجهة نظرك شو بيحتاج يعني، شو بتحكي لنجوم الجزيرة والوحدات وأيضا لجماهير الأردنية؟ يعني أنت يمكن سبقتني، أنا كنت بدي أحكي بهذا الموضوع. إحنا طبعا كلاعبين نادي الفيصلي بنتمنى وكلنا دعم مؤازرة للاعبين نادي الوحدات ونادي الجزيرة كونهم بمثلوا المملكة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ان شاء الله يا رب انهم يتوفقوا في هاي البطوله. الوحدات له مباراه مع القادسيه، فريق قادسيه فريق كبير، على ما اظن انه هو بطل الكاس قبل كم يوم. يعني بتوقع انه ما راح تكون مباراه سهله، لكن الوحدات قدها يلعبوا بارضنا بين جمهورنا. ان شاء الله يا رب احنا بندعي لهم انهم ربنا يوفقهم، يفرحوا هالجماهير، يفرحوا جماهير الأردن كاملة، لأنه إحنا كلنا راح نوقف وراهم. صحيح. وكذلك نادي الجزيرة راح يلعب مع نادي الجيش برضو هنا في 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 نعم. الزرقاء. فبتمنى لهم كل التوفيق وكلنا دعم لهم. بالزرقاء أنا بعرف نقلوا المباراة للحسن بعد بيوم من مباراة الوحدات. يا سيدي الزرقاء الحسن كل واحد. إحنا كله واحد، إحنا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، وإذا صار معنا مجال إحنا كلاعبين إن شاء الله نروح نتواجد في الملعب. والله بادرة حلوة ليش يعني لا. إن شاء الله يعني إنه قاعد لسه يعني بنخطط إحنا إنه نروح شو نحضر مباراة الوحدات، نآزرهم نحضر مباراة الجزيرة، هذا واجب علينا وواجب على كل شخص عنده انتماء للأردن، لأنه صراحة حكيت لك وحدات وجزيرة بمثلوا قاعدين للأردن. اسلام ثمك كابتن محمد، أنت شخص أكثر من رائع، شخص بيستاهل كل خير، أنا جدا مبسوط بحضورك معي ومتشرف والله بقعدتي معاكم، كل الشكر كابتن بهاء. أيضا أنت رأيك في الموضوع؟ طبعا مش أكيد يعني نادي الجزيرة ونادي الوحدات يعني بيشاركوا في بطولة قوية، فأتمنى أنهم يخذوا حضرهم، لأنه المباريتين مستهلات يعني مع القادسية ومع فريق الجيش السوري، فأتمنى أنهم يقدموا مستوى يليق بالأردن، فأنا منه علي إذا ما فيش عندي تمرين منتخب راح أتواجد إن شاء الله أحضر المباريتين. في عندي كمان شغلة بس يعني فضل. هو شكر مرته شكر مرته صح؟ ام هاشم صح؟ وأنا بدي أشكر زوجتي أنت لك كل إشي يا كابتن، أشكر زوجتي أم عدي، والله يخلي لي والدتي بدعاها أنا ما وصلت وصلت له. الله يخلي لك إياهم كابتن بهاء، تفضل. اكيد شوف احنا لاعبين كنا علاقتنا كويسه ببعض سواء بلعب. لحظة شوي بس حسيبه، انا شكرت كل
شكرا كابتن بهاء، وطلعت على يوسف قلت له كابتن يوسف، اكيد مش راح اخربط في اسمائهم، فشكرا لملاحظتك. اكيد احنا شوف كلنا اللاعبين سواء بالفيصل وحدات جزيره الشباب الاردن بقى كنا اصحاب وكنا حبايب ودائما نطلع مع بعض موجودين مع بعض، علاقتنا كويسه ببعض. يعني احنا اكيد نتمنى لهم كل خير، نتمنى لهم انه بصراحه يعدوا من هاي المرحله، مرحله شوي يا صعبه يا بس احنا كنا يعني ثقه فيهم وقدها الشباب يعني ان شاء الله، وزي ما حكوا الشباب احنا باذن الله راح نكون موجودين ونأزرهم باذن الله. يعني عليكم يا ريت كل الناس زيكم، كل الشكر لكم، نورتوا اكسترا تايم اليوم. اهلا وسهلا فيكم باي وقت، الباب مفتوح لكم، وانتم هذا ملتقى نجوم وانتم النجوم الاصليين تكونوا موجودين. بس انا حاب احكي كلمه صغيره بسرعه بسرعه قبل كل شيء. احنا كلاعبين نادي الفيصلي بطوله الكاس هاي انا حاب اهديها لشخصين عزيزين على قلوبنا، اللي هم شخصين افنوا حياتهم في خدمه النادي الفيصلي. احنا ما راح ننسى قصي الخوالده وزمن الخوالده الله يرحمهم، افنوا حياتهم في خدمه النادي الفيصلي. نوجه هاي الرساله كلاعبين نادي الفيصلي لاهاليهم انه احنا ما بننساهم. هذولا الشباب الله يرحمهم، هذولا محفورين بقلوبنا طبعا، فانه هذا اصغر هديه بنقدر نقدم لهم اياها. كل الشكر لك كابتن، وانتم اصدقائنا ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معنا. اكسترا تايم ملتقى نجوم، رؤيا منكم واليكم دائما. وصلنا للنهايه واكيد اللقاء بكره، تصبحوا على خير. على اللقاء.